طيب اسمع، ابي اعوضك بشيء حلو. تم تم ما ردك زين. انت على هنا انت بشيء يعني الحايل له علاقه بالحايل صح ولا لا؟ فعلا. زين اسمع اقول غبت ورجعت وجبت لا تسأل شجبت وان قلت لي وش جبت ماني بقايل لكن تذكر مثل ما ينبت النبت حبك نبات في وسط قلبي خمايل السبت لمن راح جابده السبت بس انت لمن رحت مالك بدايل بس انت لمن رحت مالك بدايل شفني شباب ووعدك لو انا شبت ما انساك لو شمر نسات حب حايل. سلامتك يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي والله العظيم يعني ما شاء الله تبارك الله. يا بعد راس انت لا من راح يجي بعدها السبت لكن انت بس انت لا من رحت مالك بدايل شفني شباب واوعدك لا من راح جاء بدالها السبت لكن انت بعدها السبت لا من رحت مالك بدايل. يا سلام اظن الا بيوم السبت